بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدمة جديدة تطلقها بريد الجزائر متعلقة بالبطاقة الذهبية، فبإمكانكم منذ الآن الحصول على البطاقة الذهبية في أجل لا يتعدى ال5 أيام. طبعا بالنسبة إلى هذه الخدمة التي يفرضها بريد الجزائر، وهي توزيع السريع أو توزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية والمسمات بالممتازة، طبعا لا أدري طبعا الرسوم الخاصة بهذه الخدمة. طبعا ليست طبعا طبعا من البديهي أنها ليست بالمجان، أنهم سوف يقتطعون من الحساب البريدي الجاري طبعا الرسوم من هذه الخدمة. طبعا لا أدري كم الرسوم التي تقتطع عند استخدام هذه الخدمة. فكما ذكرت، بإمكانك الحصول على البطاقة الذهبية في أجل لا يتعدى ال5 أيام. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. هنا بالنسبة إلى هذا الموقع، سوف تجد هنا بالنسبة إلى هذه العبارة كوموند أوردينار، بمعنى هنا عند الدخول إلى هنا سوف تجد طبعا المعلومات التي تعبئها إن كنت تريد بطاقة ذهبية في تكون في إطارها العادي، بمعنى أنك سوف تنتظر 2 أو 3 وإلى غير ذلك، ومن ثم تأتيك البطاقة الذهبية. أما بالنسبة إلى الخيار الثاني، وهو كوموند بريميوم، وهو الخاص بخدمة البطاقة الذهبية الجديدة التي اسمها الممتازة. عند الدخول سوف تنبثق لك صفحة بهذا الشكل تحوي على خيارين كذلك. هنا بالنسبة إلى كوموند كارد، إن كنت تريد الحصول على بطاقة ذهبية لأول مرة. بالنسبة للخيار الثاني، وهو رينيفالمون، هنا بالنسبة إلى هذا الخيار إذا كانت لديك البطاقة الذهبية وتريد التجديد، سواء دخلت إلى هنا أو دخلت هنا. ندخل إلى هنا كما سوف تشاهدون، عند الدخول سوف تعبئ بشكل عادي هذه المعلومات هنا في حالة التجديد، وفي حالة أردت الحصول على البطاقة الذهبية سوف تدخل إلى هذه العبارة، ومن ثم هنا سوف تجد المعلومات، طبعا معلومات عادية وعادية خاصة بالبطاقة الذهبية. ما أردت التنويه إليه هو عندما تقوم بالضغط هنا على جاكسبت أو الموافقة على الشروط، عند الدخول على الموافقة على الشروط هنا انظر في الأسفل. في الأسفل طبعا ليس لديك الإمكانية أنك تضغط على جاكسبت كما تشاهدون. سوف أقرب الصورة لكي يتضح الأمر. طبعا هنا شكل أسهم الفأرة طبعا لا يتيح لك الضغط هنا. ولحل هذا المشكل الذي ليس هو أصلا ليس مشكل، طبعا هنا في الموقع هنا هذه الشروط يجب عليك قراءتها، ولكي يتأكد من أنك قرأت طبعا سوف يفتح لك هذا المفتاح وهذا الزر عندما تقرأ هذه، بمعنى أنك عندما تنزل هكذا تنزل إلى أسفل إلى آخر الأسطر، تنزل إلى آخر الأسطر، تنزل إلى آخر الأسطر حتى يتاح لك هنا الضغط على جاكسبت. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة التي ربما البعض لا يعرفها. أما بالنسبة إلى هناك أمر آخر متعلق بالرمز البريدي، من أين تحصل على الرمز البريدي؟ أن طبعا تذهب إلى البريد أو المركز البريد وتقول لهم أين هو الرمز البريدي، أو يمكنك أن تعرف الرمز البريدي من خلال دفتر الصكوك البريدية. احمل دفتر الصكوك البريدية، في الغلاف تجد الرمز البريدي. أما إذا كنت لا تعرف الرمز البريدي وتريد الحصول عليه فقط من مكانك من الحاسوب، طبعا تتوجه إلى الموقع الذي أضع لكم رابطه المباشر أسفل الفيديو، وسأضع لكم فيديو كنت قد شرحت فيه كيف تحصل أو كيف تعرف الرمز البريدي الخاص بك. في الفيديو قد شرحت عن الموقع مباشرة، ولكن في الرابط الذي أسفل الفيديو سوف أعطيك الرابط المباشر حتى يسهل عليك الأمر. وبالنسبة إلى أن هناك بعض الولايات التي طبعا هذه الخدمة متوقفة
عندهم ألا وهي تمر راست إلي. طبعا سوف أذكر هذه الولايات. الولايات هي تمنراس، إليزي، وتندوف، النعامة، وبشار، وأطرا. هذه الولايات طبعا هذه الخدمة معلقة عندهم إلى غاية استئناف النشاط النقل الجوي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.